السير منصوري فؤاد النائب الثامن لرئيس غرفة الفلاحة لجهات فاس مكناس في تصريح لأخبار مكناس 24 مباشرة معكم حول دور الجهة حول الدورة الأولى التي نظمت بمكناس في جدول أعماله 6 نقط. والآن مع السيد منصوري. عقدت اليوم الدورة العادية الأولى لرسم سنة شرعية جديدة لأشغال الغرفة الفلاحية فاس مكناس. أشغال جدول الدورة كان يتمحور حول مصادقة على القانون الأساسي للغرفة وكذلك الميزانية التكميلية لسنة 2015. على العموم الأشغال دازت في جو عادي. جميع النقاط تم تضارسها بكل صراحة وبكل توافق وتمت المصادقة على الميزانية التكميلية وكذا على النظام الداخلي بالإجماع وأعضاء الغرفة كلهم والمكتب على الخصوص عازمين كل العزم باش يشتغلوا في خدمة الفلاح خصوصا على مستوى الجهة الجديدة والتقسيم الجديد اللي كيشمل السعود ديال الأقاليم وكنتمنى نكون عند حسن ظن الناخبين.